مسلسل ديال الانتظار اللي عشناه منذ سنوات. هذا الاسبوع هذا كان عندنا جوج ديال الاحكام خاصهم يصدروا، حكم في المحكمه الاداريه اللي هو صدر البارح وما كانش كيتماشى مع المتطلبات ديالنا، لانه كما كيعرفوا المواطنين وكيعرفوا الراي العام هو ان ملف ديال وداديه المحيط الازرق المنصوريه بدا منذ سنين، ولكن وقفنا في واحد المحطه اللي هي حاسمه، المحطه ديال الجمع العام. الجمع العام بالنسبه لنا وبالنسبه لجميع الشرائح القانونيه خدا المجرى ديالو القانوني. بلغنا الناس، صيفطنا استدعاءات، كل اي حاجه كدار درناها. ملي مشينا عند السيد الباشا الاقليم باش نخبعوه قال لك اودي ما غاديش ناخذ من عندكم، ما بغاش ياخذ من عندنا الاخباريه، يعني الباشا ديال الاقليم المنصوريه. مشينا خبرناه بعون قضائي ودرنا اللازم اللي هو قانوني، مع العلم اننا حنا مواطنين ما عندناش مرجعيه قانونيه. حنا دابا كنجتهدوا لانه حنا متضررين، كنجتهدوا باش نرجعوا الحقوق ديالنا ورجعوا رزقنا ورزق وليداتنا. تم اخبار الباشا عن طريق عون قضائي، مشينا العماله لم يتم استقبالنا تما. كل مره كيقول لك اودي راه كاين اجتماع، كاين هذا كاين هذا. المهم ما عطاوناش الوصل القانوني ديالنا بحكم اننا درنا جمع عام قانوني وتم انتخاب رئيس جديد للوداديه. بعد مرور 60 يوم، قبل من 60 يوم بنهار او يومين، صيفط لينا السيد الباشا، صيفط لينا رد عن طريق القائد ديال المنطقه اللي كيسكن فيها السيد رئيس المنتخب. صيفط وقال لي هاودي المقر ديال الوداديه ما كاينش عندنا في المنصوريه. هنا كاين مجموعه ديال علامات استفهام. مقر ديال الوداديه ما كاينش في المنصوريه غير نهار اللي حنا درنا جمع عام. نهار اللي كانوا هما كممثلين المنطقه كيجيو ويجلسوا مع النصاب اللي مشدود. واش كان المقر تما ولا ما كانش؟ كان المقر. حنا سيدي قبل ما نمشيو، حنا سيدي قبل ما نمشيو، قبل ما نمشيو حنايا نديروا الجمع العام ديال 2017، قبل ما نديروا حنا الجمع العام ديالنا دقينا جميع الابواب. مشينا لعمالات الحي الحسني قال لك اودي ما كاينش مقر ديال اتلانتيك بيتش المنصوريه، ولكن عندنا المقر ديال اتلانتيك بيتش بن سليمان. مشينا لانفا، العماله ديال انفا قال لك اودي ما عندناش. فين مشات؟ قال لك ما عندناش حنا المقر، ولكن قال لك اودي راه المقر تم التحويل ديالو في المقر الاجتماعي ديال 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 ديال, ديال الوداديه، راه كاين في المنصوريه. هنا في هذه الحاله ما كانش قدامنا شي حل في اطار هاد الاجوبه ديال السيد الباشا، وهاد اللي انا كنقول ان بانه ما كانش واحد المسؤوليه من طرف عامل الاقليم، وما كانش واحد المسؤوليه لانهم حنا كمواطنين 1300 عائله. راسلتوا العمل؟ حنا راسلنا العمل ما كانوش كياخذوا من عندنا، كنمشيو نبغيو نديبوزي وكيقول لك لا ما تقبلوش من عندهم. انا اول مره في حياتي كنعرف باللي كتمشي لعند مسؤول اداري اللي هو مكتب الضبط بيرو دوردر، البيرو دوردر كياخذ من عندك الورقه وكيجاوبك، كياخذ من عندك وكيدير لك الامضاء وكيدير لك الكاشي وكيدير لك نهار الاستلام، ومن بعد كيجاوبك واش كاين ولا ما كاينش. ولكن باش يرفض انك تحط ليه شي ورقه راه ما عمرنا شفناها وما عمرها كاينه وما كاينه حتى شي بلاصه. السبب كيبان؟ حنا ما عرفناش السبب وما بغيناش ندخلوا في واحد المجموعه ديال 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 الابواب، لان الا بديت كنحكي لك على الابواب اللي تسدات قدامنا راه غير منتهيه. الوغ حنا مشينا ما عندناش ما لقيناش حل من غير اننا نرفعوا شكايه باشا المنطقه اللي هو لانه خاصو يعطينا الوصل باش نقدروا نكملوا الاجراءات ديالنا ونوصلوا المشروع ديالنا. خدينا المحامي اللي هو محامي معروف، محامي عنده باع وقديم في هذا. خدينا الاستاذ صبار، خدينا الاستاذ صبار ودي حط لينا شكايه في الرباط على اساس ان مع العلم ان احنا المقر الاجتماعي راه كاين في المنصوريه والتقسيم الاداري كيقول لك خاصنا نمشيو للدار البيضاء، ولكن هو كيقول لك اودي راه بحكم انني الشكايه ديالي، لان حتى الاستاذ الصبار راه قدم صيفط واحد لا لاتر صيفطها الوزير الداخليه وما تمتش الاجابه على التساؤلات ديالو، لانه حتى هو حط الوراق لوزير الداخليه ولكن ما جاوبوش. فمشى دعا قدم شكايه بوزير الباشا في شخص وزير الداخليه، والداخليه اللي هي كاينه المقر ديالها في الرباط. عام وحنا كنتسناو عباد الله، رزقنا تما، فلوسنا تما، حياتنا تما، ما عندناش شي حاجه اخرى.
ما عندناش شي حاجه اخرى. اينا هذا وهذا اللي غادي يبقى يقول لك اودي نتوما كطلعوا تبكيو، قول لي شنو بغيتينا نديروا في خضم هذا المسلسل اللي حنا عايشينه. حنا ما بكا الا ما كناش الا ما كناش كوريوس لا ماشي غنبكيو ماشي غنبكيو. حنا سيدي شحال الفلوس مشات لكم في المجموع؟ شحال الداخليه كملها غير هذا المجموع؟ راه اللي مشى لينا يعد بالملايير. السلام عليكم. راه ملايير، ما مشاش جوج، ما مشاتش 10، ما مشاتش 20، ما مشاتش 30. راه الفلوس اللي تسرقات وتنهبات من الوداديه راه تبنى بها وتقوم دول، دول توقف بالملايير ديالنا. كملينا من بعد الداخليه مشينا عام عام والملف ديالنا في المحاكم الاداريه عام، وكل مره كاينه جلسه، كل مره كاينه جلسه، في الاخر حكموا لينا بعدم الاختصاص، عام بعدم الاختصاص عباد الله، عام في المحكمه الاداريه ديال الرباط، وفي الاخر كيقول لك اودي في الاخر كيقول لك اودي هذه القضيه، حتى هذه القضيه اللي حكمات بعدم الاختصاص تم الايقاف ديالها. علاش؟ كانت لجنه من طرف ل ل ل ل ل ل لا من طرف المجلس الاعلى للقضاء وقفوا هذه القضيه هذه، لان قال لك كاين اختلالات في الملفات ديالها. تم توقيف القضيه اللي حكمات بعدم الاختصاص في المحكمه الاداريه من بعد عام، وحنا كنتسناو، حنا كنترجاو الله سبحانه وتعالى وكنترجاو في القضاء يعطينا الحق ديالنا. جينا المحكمه ديال الاداريه ديال الدار البيضاء، ست شهور فما يفوق على 6 أشهر كيحكموا برفض الطلب، برفض الطلب من حيث الشكل. عام 6 شهور كيحكموا برفض الطلب. احنا بغينا غنعرفوا واش ما كاينش القاضي اللي كيشوف الملف من اول جلسه؟ لا، خاصنا تندوزوا عام، عامين، نص عامين، وحنا عمرنا كيمشي والديور كطيح، مع العلم ان الديور ديالنا راهم داخلين السيزي وابناك داخله. واش حنا غادي نبقاو نتسناو المال نهايه؟ منعاني باش تدخل البنك الدين، راه ما يمكنش. راه حنا خاصنا اون ديسيزيون، خاصنا حكم. عطيونا هاد المنصور، هاد الاتلانتيك بيتش المنصوريه الا ما كايناش في بن سليمان، ما كايناش في المنصوريه، وما كايناش في الدار البيضاء، في انفا، وما كايناش في الحي الحسني. فين كاينه؟ فين غادي نلقاوها؟ يعني ان الديور ديالنا، ان هاد المافيا العقار كتجري ورا الهدف ديالها اللي هو اننا ما عمرنا نوصلوا للشقق ديالنا وما عمر المكتب يكون. باش كان الحكم في الاخر في المحكمه الاداريه؟ كان الحكم في الاخر في المحكمه الاداريه برفض الطلب. من بعد سنه. شهور، لا شهور. عام، داز عام، داروا عدم الاختصاص وجينا اكثر من 6 شهور هنايا في الدار البيضاء كنتسناو الحكم اللي ينصفنا، لانه الحكم ديال لان قبل ما يديروا عدم الاختصاص كان الذريعه اللي عند الباشا ديال الاقليم هو عدم وجود المقر ديال الوداديه في المنصوريه، وحنا عندنا ما يفيد. جبنا الوراق بانه راه كاين الكاشيد العماله بان مقر العماله كاين في المنصوريه. علاش كنتسناو الحكم ينصفنا؟ باش كنتسناو القضاء ينصفنا؟ ولكن القضاء ديال القضاء دابا كيبان لي غير كيضيع لينا في الوقت، وكيدخلنا في متاهات وابواب معلوله، الابواب ديالو ما بغاش تسالي. قبول ما عرفوش التعليل. ما بقينا ما عرفناش التعليل، حنا عيطنا للمحامي الاستاذ صبار قال لك اودي. التعليل ديالي هي الطويله، هي الطويله هي اللي مورا. واش حنا الاستاذ صبار قال لك اودي حتى يخرج الحكم ويكون التعليل عاد نقدر انا نجاوب. كيفرقوا فينا حنايا وكي حنا ما نفكيش على رزقنا، ما عمرنا غنتفكوا على رزقنا بالموت بالمعذبة شنو، ما نفكيش على رزقنا. حنا كنطلبوا حقنا، حنا مشينا نكتب غنصفنا عباد الله، وعلينا وعلينا ومرضنا، انا مرض صافي، ما بقاش عندي فين نزيد. بركة بركة، حقنا نكتب، حقنا نكتب عباد الله. واش كنطلبوا شي حاجة مستحيلة؟ ما كنطلبوش المستحيل، كنطلبوا مكتبنا غنصفنا. هو اللي بغينا، وهنا قلت لي كبيره، وهنا كنتمنى انه ينصفنا، لان هذا 1300 عائله عباد الله.
والله راه كلها كتشرد، والملايير مشات. حنا بغينا مكتب الصرف يدخل، بغينا انه يعطيونا هاد الفلوس فين مشات، كيفاش خرجات برا المغرب ديالي ولادي هاد الناس. شكون غادي يرجع علينا؟ شكون اللي غادي يرجع علينا حنا فلوسنا؟ حنا طلبنا مكتب اللي غادي يصفنا، اللي غادي يكون معانا نرجعوا على الشقق ديالنا. واش حنا غنبقاو هنا عام؟ واش حنا انا درت لي 60 وما فوق 60 مليون عباد الله، 60 مليون هادي 60 هادي 60. ما بغينا مكتب، المكتب ما بغاش يدار، لان من غيدار المكتب كلهم الاعضاء غيمشيو للسجن، كلهم من خوتهم من عيالهم غيمشيو للسجن. ديروا واحد بغاو يحرقوا بيوتنا، هذه معروفه القضيه. اي مكتب جديد تيبين الاشباح، تيبانوا هذوك صحاب المسؤوليه وصحاب الطابله هما اللي تيبانوا. حرام عندهم ديار تما عباد الله، ما بقيناش عرفنا. ما بقاش يعطيونا المكتب ديالنا. وراه راه الوداديه بدات من 2012، من 2012 هما كياكلوا فينا، من 2012 هما كيسترزقوا منا. حنا ما بقيناش عرفنا راسنا مع من كنتهاربوا، لان هاد المافيا العقار راه السفلاس في البلاد. راه ما بقيناش عرفنا معانا شكون اللي غادي نشكيو. حياتنا والناس كلها في المحاكم عباد الله، ولينا حنا ما كناش. وراه راه 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 عمرنا دخلنا المحاكم، ما عمر دخلنا الكوميساريات، وعلى وجد هذا المشروع النحس المشؤوم. ولينا في الكوميساريه، ولينا في المحاكم، ولينا في الامانه، ولينا في الباشا. اش غنديروا؟ اش نديروا في خيامه وكتو هنا؟ شوف حنا اش نديروا في خيامه وكتو حدا المحاكم؟ حنا راه ما غاديينش، ما عندناش من نجيبوا، نعاودوا نجيبوا فلوس اخرين. الفلوس اللي عندنا دهمرنا راه حطيناهم صافي. راه الا ما لقيناش حل غادي نمشيو نجلسوا تم، غادي نجلسوا تما في المشروع. وحتى حد ما غيدخل وحتى حد ما غيخرج. وحنا هنايا ماشي كنهددوا، حنا الا قلناها غادي نوفيو بها. قلبي شحال من العائلة؟ راه 1300 عائلة، 1300 عائلة، راه 1300 عائلة مقابل تقريبا 67 مليار، 67 مليار. قدموا السلطات المحلية والإقليمية. أنا من واحد من الجالية جيت خصيصا لهذا اليوم هذا باش نحضر، خاصو يكون اليوم فاصل. هذا راه نازل اليوم. هادشي بزاف، وراه مخلينا سفارات مخلينا محكمات، ما خلينا حتى شي حاجه. وهادشي راه طول بزاف، وراه اليوم خص يكون اخر اجل، لان حنا الاخوان اللي في الغربه راه مكرفسين اكثر من راه المعاناه اللي كنحسوا بها. راه اللي يعلمها الا الله سبحانه وتعالى، الا الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعلم بهذا. يعني 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 خاصهم يديروا معنا حل اليوم، ما يمكنش عاد دابا من الناس اللي اليوم خاصنا نديروا معنا حل. لا تنجي للمحكمة يعني شهر وانا حاضر يعني سد عليا الفرونتير. عاوتاني مشيت لبرا ولينا من الوقفة لوقفة. حنا في باريا، حنا في بليكسي تخطى في وقفة. هادشي راه عيب وعار. باش نقابلوا خدمتنا ونبقى مقابلين هاد الشيء هذا حشومة عيب. حنا بغينا نعرفوا اش من بلاد، بغينا نعرفوا ماشي البوط، خلي البوط البوط ما بغيناش. السلطة جاري في العالم كامل، التواطؤ ما تبغيهاش. التواطؤ كاين في المغرب، هادشي كاين باقا المحسوبية، وباقا هذيك ديال حرك من التحت باش يوقف هاد الشيء. راه عارفينه حنا المغرب، راه باقي في هاد الشيء هذا. راه من غير سيدنا راه كلشي شفار. نقول نجيكم من الاخر، واليد طويلة، كاين يد طويلة ورا هاد الملف هذا. إذا التأخير ديالو غير مبرر غير مبرر. واش عباد الله، عباد الله هذا الملف هذا شنا فيه العجائب والغرائب؟ شنا قاضي كيحكم ب 10 سنين، وشنا قاضي عطى الصريح المؤقت، وشنا لجنة، وشنا لجنة، وشنا أن لجنة دخلات من المجلس على القضاء اللي كيترأسوا سيدنا الله ينصرو، وقفات هذوك القضاة الأربعة، وشنا أن قضية كتحكم بعد التخصص توقفات. عباد الله راه ما عرفناش دابا شكون اللي وراء هذا الملف هذا، شكون؟ شكون هي ديال الخفية؟ كاين بلوكاج ما عرفناش علاش؟ عباد الله حنا ما بغينا نعرفو حتى واحد. حنا بغينا نعرفو شكون اللي كيحمي هاد المافيا ديال العقار، هاد المافيا ديال العقار شكون اللي كيحميها؟ راه دار مكتب، خاص السلطات هي اللي تحل معنا المشكل، خاصها تعطينا الكيوتيز، حيت الودادية خاصها مكتب، الودادية خاصها مكتب، والسلطات هي اللي خاصها تعطينا الكيوتيز. علاش دخل معنا في هاد المزايدات ديال ما يعطيناش وما عندوش هوايا في الاقليم ديالو هاد الودادية؟ مع العلم ان في 2017 كانت عنده الرئيس القديم اللي تشد في الحبس، دار جمعة في 2019 كانت عنده ما ديك الساعة. حنا ملي درنا الجمع العام ديالنا كان لك، اسمح لي قال لك ما كاينش الباشا، كان الباشا حاضر في 2017 ملي جينا حنا درنا القانون ديالنا وبلغنا جميع الناس ودرنا الجمع العام ديالنا، بقى قال لك ما كاينش، وما عندهم التريطوار ديالهم هاد الودادية.
دايرين لنا العصا في الرويده السلطات ديال اقليم بن سليمان دايره لنا العصا في الرويده ما عرفناش علاش واش وراهم شي حد ولا باقا شي حاجه كدور لهم في راسهم حابسيننا مكتب ما نديروه باش تعرف الصواطع اللي كاين في هذيك السلطات تصور بروجي سالك نهايه الرخصه ديال البناء خلاهم يدخلوا يخدموا هذوك الاعوان ديال الرئيس القديم خلاهم يدخلوا يخدموا دون ترخيص هذه نقطه مرة ثانية عاوتاني جات لجنة من الرباط على الخروقات حتى درنا الوقفات علاش جات هذيك اللجنة؟ علاش جات هذيك اللجنة باش وقفت الخروق؟ مال كانوا يخليوهم يبقاو خدامين في هذيك المسائل العشوائية؟ مال هاد السلطات مساعدهم وهي اللي متواطئة في هذا الشيء هذا وتتحمل المسؤولية ديالها. السلطات كتساعد عن الصبر والشطارة والزحام. عندنا اليوم جلسة ديال الطعن قسما بآيات الله ومن خلق الدنيا والدين وما غيكون حتى شي حاجه الى هنا غنعتصموا انا بعدا ما غنمشيش هنا غنبات هنا غنبات على سقي غنموت لحقاش انا ما بقاش عندي صبر بنزين انا كعيس هذا راه كنحسب الظلم والحكم في بلادنا عباد الله والتالين وعباد الله من 2017 وحنا في المحاكم وحنا في الكوميساريات انا بغيت نفهم بغيت غير نفهم هادوك البرلمانيين الممثلين للشعب بغيت نفهم هادوك البرلمانيين الممثلين للشعب علاش المشرع ما كيحميش المواطن البسيط علاش كنلقاو ان المشرع كيحمي النصاب المشرع كيحمي المافيا المشرع ما كيحميش المواطن حقه مهضوم في هاد البلاد ما عمرنا شفناها حنا كنعيشوا بدون كرامه مواطن بدون كرامه نسطروا عليها ولادنا كنربيهم وكنطلعوهم يطلعوا مواطنين بدون كرامه وهذه البلاد هذه كيحشم عليها هذه بلاد الحكره عباد الله هذه بلاد ديال الدور ما بقيناش عايشين حياتنا كيف الناس عينو ما بقاش عندنا بنزين على وليداتنا كنكبروا بما يرضي الله وكيجي هذا الاسئله ديال انا والدتي كل يا ماما نمشيو تما حنا ما بغيناش نكونوا بوزيزيات ما بغيناش نهرقوا ريوسنا حنا قرينا في هذه البلاد وتربينا في هذه البلاد وعشنا كنتمناو نطلعوا لهذه البلاد راه حنايا كنبغيو المغرب ديالنا المغرب ديالنا زين وحنا كنبغيو ولكن الشفاره والنصابه وحتى الناس اللي كيمثلونا انا بالنسبه ليا هذاك الممثل ديالي في البرلمان ملي ما يحطش ليا قانون يحميني راه شفار راه نصاب راه كاع الناس اللي كاينين تما ما كيحميوناش عباد الله واش حنا كنتخبوا على واحد لانني عندي مشكل خاصو يوصل المشكل ديالي فينا هو داك الواحد فينا هو بغيت غنعرف كيتخلص برزقي ورزق الناس وهذوك الممثلين من يجلسوا يشرعوا من يديروا مشروع يعرفوا شكون المتضرر واش هذا المشروع كنلقاوه كيحمي النصاب واش الوداديه كاينو رئيس الوداديه كيقول لك واحد ما مخلصش الوداديه لا فيها 1000 واحد و999 مخلصين واحد ما مخلصش الرئيس ما كيدخلش الحبس وهذوك 999 اش يديروا عباد الله يركبهم السكر ويخرج ولادهم حتى هما قطاطعيه لانهم شردوا القانون شردهم حنا بغينا مراجعه القوانين بغينا الناس تكون مسؤوله
سيدنا الله ينصرو الا كان كيحط الناس وكيتخلصوا من جيب المواطن وجيب الضرائب فيأديوا الوظيفه ديالهم. حنا ما كنسعوش، راه هذا المغرب ولا عايش فيه يا نصاب يا طلاب يا مخرج، عاونوني ها الرقم ديالي يا نصاب وناكل فسقك. والمواطنين اللي هما عاديين وخدامين وباغيين يوصلوا هذه البلاد ما بقاش عندهم حق، ما بقاش عندهم حق في العيش الكريم. العيش الكريم افتقدناه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعند الله نحتكم، عند الله غادي نوقفوا، عند الله غادي نتلاقاو، عند الله القاضي الكبير العادل ربي هو اللي غادي يعدل بيناتنا. ولا لا ولكن باغي حقنا ناخذوا حتى هو هنايا ما مسافينش ليه. عند الله 10 سنين اللي ضيعت فيا من عمري، 15 عام من عمري. الشفارة راه قتلونا في هاد البلاد، هاد الشفارة ديال العقار قتلونا. ناس شارين عدويرة ديالهم باش يسكنوا، تولينا في المحاكم، ولينا في المحكمة الإدارية، ها المحكمة ديال الاستئناف، ها المحكمة ديال عين السبع، ها المحكمة التجارية، بلا حتى شي نتيجة، بلا حتى شي نتيجة عباد الله. وفين غادي نمشيو؟ ولمن غادي نمشيو؟ ولمن غادي نقولوا هذا الشيء؟ واش عباد الله واخد عباطمة ديالو، واخد عسكنة ديالو باش يرتاح؟ تولينا في المشاكل، ولينا في العبناط داخلين لينا. هاد مسخوط والدينا دار غرقنا، واخد علينا الكريدي، ما خلى ما دار علينا، في الاخر شدوه بعشر سنين، لا فلوس لا ديور، والسلطه ما باغاش تاخذ معنا، وعطاونا الكيوتيس نديروا المكتب ونقضوا هذا المشروع الا كان باقي فيه ما يتنقد. ما قلناش لهم بنيو هنينا، ما قلناش لهم سيروا بنيو من فلوس الدوله، قلنا لهم عطاونا غير الموافقه ديال الجمع العام اللي درنا، راه الشيء اللي بغينا من هاد السلطات ديال الاقليم بن سليمان. والعمل والباشا ولا بغينا تعطينا باننا درنا جمعيات، عطينا الكيوتيز ديالنا ومن حقنا. انت دخلتي معنا في مضاربات، دخلتي معنا في مزايدات بان راه ما عندكش الوداديه في الاقليم، وحنا درناها سيدي وبلغنا جميع الناس وكل شيء توصل بالكونفوكاسيون، وانت جيتي في الاخر ما عندكش تريتوار. وفي 2017 كان هادشي راه حسبي الله ونعم الوكيل. مشاهدينا الاوفياء، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. مشاهدينا الاوفياء، مشاهدينا مغرب نيوز، كانت هذه يعني صيحات ديال المتضررين من مشروع اتلانتيك بيتش من سوريا. كما كتلاحظوا الملف يعني اكثر من سنه ونصف لحد الان، هاد الناس كيتسائلوا على المصير ديال هاد الملف هذا ومصير ديال الاموال ديالهم اللي تقدر بالملايير. الان عندهم جلسه، اكيد احنا غادي نواصلوا معكم، غادي نواصلوا معكم الجديد ديال هاد الملف هذا، غادي نواصلوا معكم الجديد ديال هاد الملف هذا. اذا كما كتلاحظوا الان الدخول الى رداهات محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء. المنخرطين كذلك. إذا إلى حين التوصل بآخر المستجدات في هذا الملف، من هنا من أمام محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، تقبلوا تحياتي مراسل مغرب نيوز مصطفى القرناوي يحييكم، وإلى اللقاء في بث مباشر آخر.